السلام عليكم، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال ومرحبا بكم مره اخرى عندي في القناه. اليوم فيديو جديد. في هذا الفيديو هذه غادي نشارك معكم واحد التحليه اللي كتجي رائعه في القوام ديالها وكذلك المذاق. هي في الحقيقه مجرد فلون، ولكن من كنستعملوا فيه بعض المواد غادي نضيفهم عليه كيجي لذيذ بزاف وكيجي كريمي. مهم تابعوا معايا المقادير والطريقه. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو نصف لتر من الحليب. بالنسبة للحليب يعني غادي نحتاجو 250 مليلتر للطبقة و 250 للطبقة الثانية، يعني زوج طبقات غادي نحتاجو فيها نصف لتر من الحليب. غادي نحتاجو معاه نصف لتر من الكريم شونتيي السائلة. بالنسبة لهاد الكريم شونتيي البنات جبتها ليد الجديدة، كانت هادي شحال كتبيع غير 500 مليلتر، وهاد المرة جبت هاد العلب هادو ديال 250. في الحقيقة عمليين حسن من هذه ديال 500 مليلتر، سورتو من يكونوا محتاجين غير هذه الكمية هذه، يعني كيساعدونا حسن من اللي كنبقاو عاد ناخذوا العبارات. وبالنسبة لكريم شونتيي ضرورة البنات ما تكون يعني كتستعمل في الأكلات الساخنة، يعني ماشي غير ديال الأكلات الباردة. راه كاين شي كريم شونتيي اللي كنستعملوها فقط في الأكلات الباردة، يعني لي كريم وبزاف ديال الحوايج يعني اللي كيكونوا باردين فقط. وكاينه هذه اللي كتستعمل بزوج، سواء الاكلات الساخنه ولا البارده. الا استعملتوا هذيك اللي كتستعمل في الاكلات البارده فقط غادي تقطع لكم وما يستقلكمش بها الفلون. وغادي نحتاجوا الفلون، هنايا غادي نستعمل هاد زوج انواع. بالنسبه للفلون هادو كيعجبوني، هاد القوام ديالهم كيجي زوين، وكذلك حتى لوغو ديال الكراميل انا كيعجبني بزاف. بالنسبه للفلون هنايا ديال هولندا عييت نجربهم حتى واحد ما عجبني، دائما كناخذ هادو. وهنايا غادي نستعملوا السكر والكاكاو الحلو وكذلك الكاكاو المر. بالنسبه للطريقه، اول شيء كناخذ واحد الانيه كنوضع فيها السكر. هنايا غادي نوضع زوج ملاعق كبار ديال السكر، بطبيعه الحال كيبقى السكر على حسب الذوق نتاع كل واحد. وغادي ناخذ هنايا الساشي ديال الفلون الكراميل، هي اللي غادي نستعمل الطبقه الاولى. كنضيفو على السكر وكنحرك مزيان حتى كينسجموا لي العناصر. هكا البنات كنتفاداو اننا من كنضيفوها على الحليب ما يتكورناش ويدير دوك الحبيبات. هاد الطريقه هادي صدقوني كتهنيكم من داك التحرك بزاف، وكيديروا دوك الكويرات في الحليب. من كديروا هذيك ما كتلقاو ولا كويره فيه، كتسهل هاد الطريقه هادي. كناخذوا الانيه اللي غادي نطيبوا فيها الفلون ديالنا، كنشعل عليها النار وكنضيف الحليب. بالنسبه للحليب هنايا غادي نوضع فقط 250 مليلتر، كيف ما قلت لكم ال 250 الاخرى غادي نخليها للطبقه الثانيه. وكنضيف لا كريم شونتيي، يعني حتى هي 250 مليلتر. كيف ما كتعرفوا ان الساشي ديال الفلون كيتمشى معها 500 مليلتر ديال الحليب. هنايا انا نصف ديال الكميه عوضتها بلا كريم شونتيي، يعني في بلاصه 500 مليلتر ديال الحليب درت 250 مليلتر كريم شونتيي و 250 مليلتر ديال الحليب. هنايا غادي نضيف الخليط ديال الفلون والسكر، نحركو مزيان وكنضيفه على السوائل ديالي، وغادي نخلط مزيان حتى غادي ينسجموا العناصر مع بعضهم. وهكا كنبقى كنخلط حتى كيغلي الخليط ديالي، يعني كنبقاو كنحركو باش ما كيتلصقناش الفلون ديالنا. وهنايا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما غلى الخليط ديالي كنزولو على النار، وغادي نديرو في هاد الانيه هادي باش تسهل عليا كيفاش غادي نفرقهم في الكؤوس ديالي. بالنسبه لهاد الانيه هادي كتساعدنا من كنخويو هكا احسن من اللي كنخويو من الكاسور. على هاد الشيء انا كندير فيها كتجيني عمليه. وهنايا غادي نعمر الكؤوس ديالي كاملين كيف ما كتشوفوا على هاد الشكل هذا، يعني غير نصف ديال الكؤوس ما نعمرهمش كاملين باش غادي نضيفوا الطبقه الثانيه. هنايا مين غادي نسالي كاع من التعمار ديال الكؤوس ديالي، غادي نخليهم ياخذوا في الاول حراره المطبخ، وعاد كندخلهم للثلاجه باش يشدوا راسهم، عاد نمروا الطبقه الثانيه. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا يعني عمر لي 8 ديال الكؤوس، وهاد الكؤوس هادو يعني متوسطين الحجم، ماشي دوك الصغيورين كاع، كي يعني ما شاء الله كتخرج واحد الكميه اللي لا باس بها.
وهنايا غادي نمروا للطبقه الثانيه. بالنسبه للطبقه الثانيه نفس الشيء، كناخذ واحد الانيه كنوضع فيها ملعقه كبيره ديال السكر وكنضيف عليها الكاكاو العادي. هنايا علاش درت ملعقه صغيره ملعقه واحده عفوا، لان غادي نستعمل هذا الكاكاو، هذا هو كيكون بداته حلو باش ما يجيناش حلو بزاف، ودائما كيبقى السكر على حسب الرغبه. وهنايا غادي نضيف واحد الملعقه كبيره حتى هي ديال الكاكاو المر، وغادي نضيفوا عليها الفلون. بالنسبه لهذه الطريقه راه كيف ما قلت لكم في الطريقه الاولى، يعني كتسهل هكا من كنحركوا هاد العناصر مع بعضياتهم كنتفادوا دوك الكويرات في السوائل. هنايا مع اكثر شيء حتى الكاكاو كيكون رطب وكيكون بودره حتى هو، ومين كنخلطوهم يعني كينسجموا لنا مع السكر وما كيعذبوناش في التحرك ديالهم. وبنفس الطريقه غادي نحضروا الطبقه الثانيه. كناخذوا الانيه اللي غادي نطيبوا فيها، كنوضعوا فيها الباقي ديال الحليب، يعني 250 مليلتر ديال الحليب. غادي نضيفوا عليها 250 مليلتر ديال لاكريم شونتيي، وغادي نضيفوا كذلك الخليط ديال الكاكاو والفلون والسكر، وغادي نحركوا جيدا، يعني نبقاو مع التحرك حتى غادي يغلي لنا الخليط ديالنا. بالنسبه كيف ما كتشوفوا معايا هنايا، شوفوا الخليط كيفاش داير، يعني بلا ما كنصفيوه كيبقى ولا يعني ولا حبيبات في الاخر في هذا الخليط هذا. يعني مي كتستعملوا هذاك المكونات مع السكر وكتخلطوهم في الاول من يكونوا ناشفين ما كيعذبوكمش كاع في التحرك ديالهم. هنايا من بعد ما ساليت كما شفتوا معايا، غادي ندير نفس الشيء بالنسبه لهاد الخليط هذا، غادي نوضعه في هاد الانيه هذه. وكيف ما كتشوفوا معايا هنايا الفلون ديالي راه شد راسو الطبقه الاولى، غادي نضيف هاد الطبقه الثانيه من فوقه. وهنايا كيف ما شفتوا معايا من بعد ما وزعتها على الكؤوس كاملين، غادي نخليها تاخذ حتى هي درجه حراره المطبخ، وغادي نوضعها في الثلاجه حتى تشد راسها مزيان، وغادي نوريكم الشكل النهائي ديالها. التحلية ديالنا من بعد ما بردات وشدت راسها كيف ما كتشوفوا كتجي رائعة في الشكل ديالها، وهذوك الطبقات كيجيو زوينين بزاف. وبالنسبة للقوام كيف ما كتشوفوا معايا هنايا، كيجي كريمي كيجي رائع، يعني هذيك لاكريم شونتيي كتعطي هذا القوام، من كنستعملوا غير الحليب فقط ما يعطيهش هذا القوام هذا. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا زينتهم الفوق بالبيستاش والورد، التزيين كيبقى بطبيعة الحال على حسب الرغبة نتاع اي واحد، يعني نتوما والرغبة ديالكم. نتمنى ان هاد التحلية هادي تنال اعجابكم، والى عجبتكم اكيد ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم، والى فيديو اخر ان شاء الله، ومع السلامة.